واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. يأتيانها منكم، يأتيانها يعني راجل مع راجل أو واحدة مع واحدة، فآذوهما. الأذى يعني هيلاقوا مننا أذى، هي ما تحددتش، يعني ممكن يكون أذى واحد إن أنت تقطعه، ممكن يكون أذى واحد إن أنت تضربه، هي تثابت مفتوحة على حسب ما يؤذي النفس دي، فده اللي هياخده مننا كأذى. ما يؤذي الأنفس مختلف من نفس للتانية، في ناس بيؤذيها مقاطعة، في ناس بيؤذيها ضرب، في ناس بيؤذيها التقليل من حاجاتها، يعني لو وليها خد مثلا الموبايل، خد لاب، خد منع عنها المصروف، منع عنها الخروج، الحاجات دي كلها أذى. فهي ثابت مفتوحة عشان الأذى بيختلف من نفس للتانية المؤذي ليها أكتر. فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما، يعني لو خلاص تابوا عن الفعل ده خلاص أعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة وتوضيح التوبة إن هي مش بقرب الأجل، المفروض التوبة تكون من قريب، يعني أول ما تعمل المعصية توب عادي، استغفر عادي، دي حاجة محببة لله. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن، دي في التوبة، الآيتين دول في التوبة. وبعدها رجعنا لأحكام النساء تاني، يا أيها الذين آمنوا، للمؤمنين كلهم، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا التحريم بقى خلاص، إن تحريم وراثة النساء خلاص، زي ما كنا قلنا في بداية الفيديو إن هما كانوا بيورثوا النساء. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتهم، يعني ما تضايقوش عليهم عشان يدوكوا أموالهم، اللي هو الخلع في الآخر، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني لو هي فعلا واحدة فعلها فاحش، فمن الإجحاف إن هي يكون فعلها فاحش وكمان تطلق وتاخد حقوق المطلقة، فطبيعي إن أنت تضايق عليها، وطبيعي إن أنت تعاملها معاملة سيئة. والله إن تابت فخلاص عاملها معاملة حسنة، إن ما تابتش فليك الحق إن أنت تفضل تضايقها لحد ما تفتدي. وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف دول النساء اللي هم مش بيأتوا بالفاحشة أكيد طبعا، دول النساء اللي هم هنا، عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني مش هيحل ليك الوراثة خلاص، ومش هيحل ليك إن أنت تضايقها عشان تديك فلوس، وعشان تديك فلوس وتعمل خلع والأمر بالمعاشرة بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش معنى إن هي أفعالها ممكن تكون بتضايقك دلوقتي إن هي ممكن ما يكونش فيها خير قدام، لا، يعني ربنا لما بيحط خير في حد ما بيحددلوش وقت. فأعشرها بالمعروف، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والله وصلت للحد اللي أنت مش قادر تتدار، وصلت للحد اللي أنت مش قادر فيه في المعاشرة بالمعروف، خلاص يعني الطلاق موجود والخلع موجود. طيب اللي احنا هناخده لحد دلوقتي حكم زنا المتزوجة، الشهادة عليها بأربع، يعني أربع يشهدوا إن دي بتعمل كده. طب يشهدوا إزاي؟ يشوفوا ده بيحصل بعينيهم. اللي هتلاقوه في سورة النور إن الناس تضررت شوية من الشهادة، لأنهم على ما يجيبوا أربعة من الناس يشوفوا إن هي بتعمل كده ممكن يكونوا خلصوا أصلا وما يكونش في أي حد يشهد. فهو بنسبة كبيرة جدا اجتهاد صحيح إن الحكم اللي موجود هنا هو الحكم الأول مش الحكم التاني. الشهادة عليها بأربع، ومسكها في البيت حتى وفاتها، ما تخرجش من البيت خالص لحد ما تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. جوزها يموت، اتخذ ملكة يمين، أي حاجة من الحاجات اللي هي مش بإرادتها وخرجت من ولايتك في ان انت تخليها تفضل قاعدة في البيت ما تخرجش لحد ما تموت. ولكن دي خلاص زي ما قلنا ده الحكم الأول، هنشوف الحكم التاني في سورة النور قدام بإذن الله. اللي بعد كده حكم الزاني مع رجل، أو الزانية مع امرأة. ليه قلت لفظ زنا؟ هو على فكرة موجود في الآية برضو، يعني قوله تعالى واللذان يأتيانها، يأتيانها دي رجع على الفاحشة، والفاحشة هنا قلنا إن هي خلاص معناها الزنا، الأذى حتى الإعراض. وزي ما قلنا الأذى بيختلف من نفس للتانية لحد ما يعرضوا عن الفعل ده، لو أعرضوا فإن الله توابا رحيما.